يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي أعلن عن استقالته هو ومجلسه من النادي يعني، والحقيقة ده خبر مفرح جدا للإسماعيلاوية. أنا أشوف إن هو استقالة اتأخرت، لأنه يحيى الكومي وإدارته كانوا جايين بوعود للناس وهنصرف وهنعمل وما تقلقوش، وولاد النادي هنشتغل ونعمل لجنة كورة وليها صلاحيات كل حاجة، ولا حاجة، مش أي حاجة اتعملت من الحاجات دي. يعني أنا اتفاجئت الحقيقة بظهوره كان مع كابتن مدحت شلبي من قبل السيزون ما يبتدي، وكان خلاص تولى يعني كسب الانتخابات وخلاص داخل وهيبتدي بقى وهنبتدي نسمع بقى صفقات وحاجات كده. فراح قايل لك انا ما اقدرش اصرف على النادي كتير، لان انا لو صرفت على النادي كتير ولادي هيزعلوا مني بهزار كده، يعني ولادي هيحجروا عليا. امال حضرتك نازل ليه؟ انا اللي اعرفه في الامور اللي زي دي انه بيبقى في نادي جماهيري عنده جماهير يعني، وبيبقى في رجل اعمال او رجل محب بيبقى طبعا غني معاه فلوس علشان يكسب وينجح ويتشهر بالبلدي كده. هي بتبقى كده، هي بتبقى وين وين سيتويشن، انا هفيد النادي وهصرف عليه واجيب له صفقات، وانا كمان هستفيد واتشهر والناس تتكلم عليا واطلع في البرامج ومداخله هنا وبرنامج هناك وبتاع وحاجات كده. طيب مين عامل كده؟ التلات انديه الجماهيريه في بعيدا عن الاهلي والزمالك، التلات انديه الجماهيريه الكبيره في مصر كده. في اسكندريه رجل اعمال اسمه الحاج محمد مصلحي بيتولى النادي وصرف عليه ملايين الملايين. في المصري رجل اعمال اسمه الاستاذ كامل ابو علي برضه رئيس النادي، سيبك من الفتره اللي فاتت انا بكلمك النهارده، وبرضه بيصرف على النادي وصفقات جدا وحاجات كده. الاسماعيلي نفس الكلام، ابراهيم عثمان قبل كده ويحيى الكومي دلوقتي، بيبقى رجل اعمال محب للنادي وعنده علاقات جوه وفيها شويه صيت وفيها شويه يعني حاجات لطيفه بالنسبه له. تفيد بقى وتستفيد، ما هي وين وين سيتويشن، انا اكسب وانت تكسب. الاتحاد عامل كده، الراجل محمد مصلحي محبوب جدا في اسكندريه، الناس بتحبه جدا، بيفيد النادي، بيصرف عليه جدا، صارف يعني مش بكلمك في واحد صارف 200,000، ده صارف 70 80 مليون جنيه. هو ده، فتجيب لعيبه تديهم مرتباتهم، تجيب مدرب محترم، تهتم بقاعده ناشئين، تجيب اللعيبه السابقه ولجنه ليها صلاحيات والحاجات دي كلها، فالنادي يقوم والدنيا تنور والفرقه تكسب والناس تتبسط وانت كمان تتصيط وتتعمل انت تاخد فوائدك يعني. هل ده حاصل في الاسماعيلي؟ خالص. انا قلت لك قبل كده وبعيدها لك مره تانية، في حد في الاسماعيليه قريب من المجلس السابق بقياده ابراهيم عثمان قال له كده، قال له احنا مش هناخد الدوري، فاحنا نصرف على القد ونكسب كتير ونقعد، ما ننزلش ولا ناخد الدوري، يعني ما ننافسش فوق ولا ننزل تحت نصارع مع الناس الصغيرين. فالدنيا ابتدت تبقى ايه، صفقات كسر، لعيبه اي كلام، مدربين جايين طبعا تعبانين جدا، فالطبيعي يبقى ايه الوضع. النهارده انت في المركز الاخير بتخسر من حرس الحدود في المركز الاخير، يعني الامور بقت خطر مش عادي بقى. بعد 12 جوله انت محقق فوز وحيد، وحالتك وشكلك في الملعب حاجة تكسف، واللعيبة كلها مش عايزة تقعد، كله عايز يمشي، عبد الرحمن مجدي عايز يمشي، وباهر المحمدي عايز يمشي، وعمر الوحش عايز يمشي، وفي الآخر رحت جبت لعيبة مبطلة، حمدي النجاز على صالح جمعة على باسم مرسي على معرفش، اللعيبة مبطلة كلهم مبطلين عشان تنقذ الموقف، وانك جبت صفقات كبيرة. لا هي مش صفقات كبيرة، هي أسامي كانت كويسة في يوم من الأيام لكن ما بقتش. مع تدعيمات بقى انت فاهم، انت وصلت لمرحلة ان انت كان عندك فرقة كويسة في يوم الايام مع دي صبر وخدت بيهم مركز تاني والدنيا مشيت كويس، هوب رحت بايع كل الناس الجامدة، ايش ابراهيم حسن وايش محمد فتحي وايش دييجو كالديرون وايش مش عارف مين ومين ومين ومين، عوضت بمين بقى؟ انا جايب لك بقى باك يمين مش عارف من مصر المقصة، انا جايب لك بقى باك شمال مش عارف من مين، انا جايب لك صفقة، ده فين ده يا جماعة؟ فين الناس اللي بتختار؟ يعني هل السمسره اللي بيقوده الاسماعيلي؟ اه السمسره اللي بيقوده الاسماعيلي هو سمسار، يعني مش سمسره، هو سمسار، هو اللي بيسوق الدنيا هناك وبيجيب اللعيبه وبيعمل، ولو لعيب ما دخلش عن طريقه ما بيدخلش. يا راجل ده في يوم من الايام الاسماعيلي كان محتاج حارس مرمى، الحكايه دي والله حقيقيه، فاتفقوا كلموا محمد بسام وكلموا محمود ابو السعود والاثنين وافقوا، ما هو الاثنين بالنسبه لهم الاسماعيلي ده نادي كبير جدا. المهم ان الراجل صاحبنا ده قال لك ايه، لا مش هيدخلوا لان هما مش جايين عن طريقي. يا عم انت مالك، النادي هيحتاجهم، هيحتاج حارس، لا ده ولا ده هيدخلوا، وفي الاخر راح جاب حارس كسر كده عشان تبعه والدنيا مشيت وعادي وبتاع. مين بقى اللي مظلوم في الحكايه دي؟ الجمهور،
نفس الدايره والله العظيم. انا كاني بحكي الكلام اللي انا هحكيه لك دلوقتي ده بقيت 3 4 سنين نفس الدايره. هتجيب مدرب ملوش اي علاقه بالنادي وملوش اي علاقه بهويه النادي ولا بهويه الفرقه ولا يعرف حاجه، وطبعا الناس بتحاربه يعني جوه النادي، مدربين سابقين ولاعيبه سابقين وبتاع يحاربوه، فيقعد 7-8 ماتشات الدنيا ملوشه خالص ومفيش حاجه خالص ولا اداء ولا نقط ولا بتاع، هوب يروح ماشي. فتجيب مين؟ تطلع على قهوه تبني البلد اللي قدام النادي، تجيب واحد من اللعيبه اللي هي علاقتهم كويسه الفتره دي بالمسؤولين جوه، يروح ماسك النادي ماسك الفرقه 2-3 أسبوع، هوب ده احنا هنجيب مدرب اجنبي اسمه جانتيليتوف، ده بياخد 8000 دولار جاي من شرق اوروبا، من بقى رومانيا بلغاريا بصربيا، يعني الحاجات بقى اللي هي ايه ما عندهاش اصلا حاجه يعني. تروح تجيب ده وتحط ترميه في استراحه النادي ياكل بقى معلباته والشغل ده كله، هوب لسه ما يعرفش احمد من محمد، الدنيا باظت، خسر 3 وخسر 2 وخسر 4 وخسر من اللي تحته ومن اللي فوق، امشي. ما دفعتلوش مرتبه، فالغرامه اللي كانت هتدفع له 15000 دولار عمي ولا حاجه يعني، تقعد لحد ما بقى عليك غرامات قد كده. انت النهارده الاسماعيلي عليه غرامات اكتر من 200 مليون جنيه بسبب التاخر في لعيبه كسر بتيجي شويه، تكتشف ان هم كسر فترميهم من غير ما تديهم مستحقاتهم، ومدربين كسر تيجي تقعد برضه نفس الكلام وترميهم بعد فتره، ويقعد يرفع عليك قضيه وغرامات وبتاع والفوائد وتعلى لحد ما توصل عليك الارقام دي كلها، وانت مش لاقي 200 مليون جنيه. ايه يا بيه ده، انا ما عنديش ادي المرتبات بتاعه اللعيبه بس. فانت بقى في الدايلما دي، في اللعبه دي هتفضل موجود فيها الى ان يمسك النادي حد بيفهم